الله أننا توافقنا إلى أن نكمل الدائرة ونستجيب لطلب هؤلاء الطلبة المتفوقين من أجل تنظيم هذه الجامعة الصيفية في هذه المدينة الطيبة المعطاءة، مدينة طنجة. والحمد لله استفادوا كمثيلتها من ورشات ومحاضرات مع خبراء متميزين جدا. ما تعلمناه في الجامعة الصيفية ما كانش عندنا فرصة أننا نتعلمه في حياتنا اليومية أو في حياتنا الدراسية ككل. هي فعلا فرصة ذهبية لا تعوض. هناك العديد من الورشات والمحاضرات والألعاب التي استفدنا منها العديد من المهارات الموازية أو ما يسمى بالسوفت سكيلز. فيما يخص شعوري الآن، أحس بأني أكثر ثقة وأكثر تفاؤل، وأنا على أشد الاستعداد لبداية عام دراسي جديد. أعجبت كثيرا بالزيارة التاريخية السياحية لمدينة أصيلة التي ربطتنا بجانبها التاريخي والحضاري لدرجة كبيرة. كما أعجبت أيضا بالزيارة التي تعلقت بمدينة طنجة ومشاريعها الضخمة واستثماراتها الوطنية الكبيرة. بالشكر للأطر ديال مؤسسة محمد السادس يوفرون هذه الجامعة الصيفية، جات كتأكيد على النجاح ديال الجامعة الربيعية اللي سبقاتها. كنتقدم كذلك بجزيل الشكر للأساتذة والمدربين والمحاضرين اللي شاركوا معنا العصارة ديال التجربة الحياتية ديالهم في واحد الجو من المرح والتسلية. كنتقدم كذلك بالشكر للزملاء ديالي اللي كانوا على واحد القدر كبير من المسؤولية والنضج. أنا اليوم جد سعيدة بالمشاركة ديالي في الجامعة الصيفية مع المشاركة ديال 11 مدرب. كانوا عدة ورشات في عدة ميادين، ورشة ديال التواصل الفعال، طلبة تمكنوا من التعرف على التواصل الشفوي والتواصل الغير الشفوي. كانت ورشة ثانية ديال بيتش تياتر حول كيفية بيع وإقناع فكرة مشروع بطريقة مسرحية. ورشة ثالثة كانت حول اليوغا وتعلموا تقنيات ديال التأمل والاسترخاء. والورشة الأخيرة كانت حول بناء مشروع ولإنشاء روح مقاولاتية عند الطلبة. المداخلة ديالي مع مختلف المؤثرين في الجامعة الصيفية للطلبة المتفوقين كانت بالأساس على أربعة الورشات. تكلمنا في الأول على كيفاش نقدروا نعزو الثقة بالنفس ديالنا ونعزو التحفيز الذاتي. في الورشة الثانية تكلمنا على كيفاش نقدروا نخلقوا ونلقاو الشغف ديالنا بالموازاة مع المسار الدراسي ديالنا. من بعد حاولنا نشوفوا تقنيات ومهارات الرياضة والمفاوضات، وحاولنا كذلك نطرقوا في ورشة المختلف المهارات اللي يقدروا يخليونا نتعاملوا في مجموعة بطريقة جيدة ونوصلوا لواحد الهدف مشترك. ثم كذلك كانت بدعم ومساندة من جملة من الفعاليات، على رأسهم مدرسة الإمام نافع بفروعها المختلفة التي استضافتنا، والمركب الإداري والثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.